كلام الوزير كامل الوزير النهارده عن الدائري هتحل كتير جدا من المشكلات، بانه في منظومه مواصلات متكامله ما بين القطارات للمترو للمونوريل للاوتوبيسات، حتى اللي سمعته يعني ان الميكروباص مش هيبقى واقف على الدائري، هيبقى تحت الدائري وبيحمل الركاب للمناطق الاخرى. يحل ازمه كبيره من ازمات الدائري. احنا بنتكلم عن مصر جديده. مصر قول لي يا استاذ علي، وفقا لهذه المعطيات امتى نشوف وجه مصر الحضاري اللي احنا بنتمناه؟ طبعا احنا عارفين حركه الشغل الحقيقه ما زالت مستمره في كل القطاعات، مش بتكلم بس على القاهره لكن بتكلم على مصر بالكامل. امتى نشوفها زي ما احنا بنتمناها؟ هل ده ممكن ياخد معانا وقت طويل؟ وهل المواطن عليه دور في هذه المرحله؟ طبعا القياده السياسيه او الحكومه بتقوم بمجهودات كلنا شايفينها طبعا على ارض الواقع، لكن ازاي احنا ممكن كمان نكون مساهمين في تغيير هذه الصوره النمطيه او هذه الصوره اللي احنا بنسعى دايما ان احنا نشوفها متطوره وترضينا على كل المستويات؟ التطبيق الحاسم للقانون اولا، الوعي ثانيا، لكن التطبيق للقانون ينبغي ان يكون حاسما. امس كنت اسير على كوبري صفت اللبن، وكان في الحقيقه بشكل غريب جدا كان في موتوسيكل ماشي في الاتجاه المعاكس. هذا الراجل الذي يقود هذا الموتوسيكل يعني لو يعلم انه سيسجن ما كان يمكن ان يسير في هذا الطريق على وجه الاطلاق، حتى لو الطريق عليه كاميرات ومراقب يفترض يعني. اللي عايز اقول لحضرتك انه التطبيق الحاسم في كل الدول التي تطورت، التطور كان بالدرجه الاولى ناتج عن حتى بعد الثوره الفرنسيه اوروبا تطورت بسبب رقم واحد القانون، رقم اثنين التعليم اللي هو احنا بنتكلم عنه الوعي. الوعي يخلي الناس تعرف البطيء يمشي في دي مساله مش محتاجه الحقيقه أيه. نقول انه البطيء يمشي في الحاره بتاعه البطيء اللي في اليمين، انك لما تتجاوز من الشمال مش من اليمين. كل هذه الاشياء ضوابط اظبطها، رقم واحد القانون، رقم اثنين الوعي اللي بينتج عن طريق التعليم وعن طريق الاعلام وعن طريق غيره. الدوله تعمل. الشكل اللي ممكن تكون شفته في مصر الجديده شكل حضاري، يحتاج انضباط الشارع، يحتاج الناس انه ما حدش يعني انه كل واحد يبقى حاطط كيس في سيارته فيحط فيه مهملات، ومش هيتعب قوي لما يحط كيس بلاستيك يعني مش بفلوس، يحط فيه الحاجه وبعدين يرميها لما ينزل. ليه يرمي في الشارع يعني؟ مساله مسائل بسيطه، هي ثقافه كمان يا استاذ علي اكتر من ان هي اي حاجه جدا. ممكن تكون متعلقه بقانون، هي سلوك وثقافه. مظبوط. بس الاول القانون لازم يضبط المسائل، يبقى حازم جدا انه اللي يسير بسياره بدون لوحات ده سجن على طول، لانه ده قنبله متحركه ومعناها انه ممكن يموت الناس ومحدش يعرف مين اللي موتهم، وبالتالي ده لابد انه اللي نازع اللوحه الخلفيه او اللوحات من سيارته ده يدخل السجن على طول، ايا كانت هو بيشتغل ايه يعني. القانون لا يعترف، اي استثناء في القانون يفسد القانون. بالتالي المجهود اللي بتبذله الدوله مجهود كبير جدا، الحفاظ عليه ياتي من الشده في التطبيق. اذا كان الشارع محترم والشخص اللي بيمشي على الشارع بدون وعي، الشارع هيبوظ في وقت قصير جدا وسيفسد في وقت قصير جدا.